دائما بنحكي هناك استضافات مميزه بعطري لتكونوا اول باول مع اهم الفعاليات اللي بتصير باردننا الحبيب. جبل عمان ناشرون وشركه بيتر بزنس بتحتفل باطلاق كتاب ارتقاء الاعمال افتراضيا بكره 1/9 الساعه 6 المساء. لنحكي اكثر عن هذا الحفل والكتاب، راح يكون معنا على التليفون مدير التطوير الاعمال والاتصال في جبل عمان ناشرون فرح سماوي. مساء الخير. اهلا وسهلا فيكي. مساء الخير معنا حنين، اهلا وسهلا فيكم. مبسوطين بوجودك معنا بعطري لندردش اكثر عن هذا الاطلاق الكتاب افتراضيا بكره. خلينا بالبدايه اكيد هيك نحكي شوي عن جبل عمان ناشرون، عرفينا اكثر عنه. تمام. اول شيء بدي اشكركم لاهتمامكم صراحه بالكتب وبنشر الثقافه. جبل عمان ناشرون هي دار نشر اردنيه. نعم. وصانعه محتوى عربي. نحن بنفخر انه بنقدم كتب باللغه العربيه، كتب متخصصه بالمحتوى الحديث في رياده الاعمال، التسويق، الابتكار، التصميم، بالاضافه طبعا لكتب الاطفال وكتب عن الاردن او المواهب الاردنيه. نحن بجبل عمان نؤمن انه المعرفه هي مفتاح بناء الحضارات وتقدم البشريه، عشان هيك بنحاول دائما نقدم اهم محتوى عربي. نعم. يكون بهيك رفيع المستوى حتى نقدر نشارك فيه الناس اللي بتحب القراءة. رائع. ومنوزع كتبنا طبعا بالأردن وبالبلاد العربية. جميل. حلو. جدا. طب نحكي عن إطلاق كتاب ارتقاء الأعمال اللي راح يكون بكرة، نحكي عن الحفل، كيف جهزتوه افتراضيا في ظل جائحة كورونا كمان، هذا الشيء يعني كيف تم ترتيب الأمور لإله؟ 100%. هلا معي زي ما انت عارف كثير اشياء يعني بسبب الكورونا اخذت منحى مختلف، ولكن نحن يعني هذا الكتاب كثير مهم وما قدرنا انه ما نعمل له حفل اطلاق بصراحه، وبالتالي اخذنا قرار انه معلي لو ما كان الحفل فعليا هو رح يكون افتراضيا. هلا الحفل هو رح يكون زي ما حكيت لاطلاق كتاب ارتقاء الاعمال، رح يكون بكره يوم الثلاثاء، رح يكون على الساعة 6 المساء بتوقيت الأردن خلال عن طريق برنامج زوم. وهو رح يكون بالشراكة ما بين جبل عمان ناشرون طبعا وبتر بزنس اللي هم شريك التدريب. هذا الحفل رح يكون تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، ورح يكون في معنا عدد من المختصين في موضوع الارتقاء الأعمال وتوسع الشركات. واللي بيميز هذا الحفل صراحة هو حضور مؤلف الكتاب بيرن هورنش يلي كتب هذا الكتاب، واللي ترجم الكتاب الدكتور سهيل جعانة يلي اشتغل على نقل الكتاب للغة العربية. جميل جدا. يعني طب خلينا شوي هيك نحكي عن الكتاب، ليه له أهمية كتير كبيرة وقدي أهميته هذا الكتاب، وليه بتشجع الناس ليقدروا يحضروا هذا الإطلاق الحفل؟ هلا حنين صراحة هذا الكتاب يعني اللي يعني بثبت أهميته هو بطبعته الإنجليزية حصد كمان جوائز عالمية، أهمها كانت أفضل كتاب عام للأعمال. أهمية الكتاب إنه مبدئيا هو بشرح عن نمو الشركات وكيف ممكن أي شركة بالعالم إنها تتوسع وتوصل للغايات والأهداف اللي هي بدها إياها. هلا اللي بيميز الكتاب إنه هو ما بيقدم فقط معلومات وعلم، هو بيقدم كمان أدوات عملية بتساعد الشركة فعلاً إنها تستعملها لتقدر تطور أعمالها بأربع مجالات اللي هن الأفراد والاستراتيجية والتنفيذ والسيولة. لأنه نحن بنعرف إنه كل ما الشركة تبدأ تكبر بصير في عندها صعوبة أكثر وأعقد يمكن إنها تحقق النمو المطلوب منها. صحيح. فهذا الكتاب بيعلم كيف ممكن نجذب عملاء جداد، كيف ممكن أرفع الإيرادات تاعتي، كيف ممكن أزيد الأرباح وبالتالي أوصل للتوسع اللي أنا. خصوصاً عم نحكي إحنا بوقت كثير في توجه من الشباب رياديين لفتح مشاريع خاصة فيهم، يعني إحنا أنا صراحة متحمس جداً لهذا الكتاب بصدق، لأنه دكتور سهيل جعانة اسم معروف كثير في مجال الأعمال. يعني إحنا على المستوى حتى كمزاج اف ام أخذنا تدريبات في بيتر بزنس مع دكتور سهيل جعانة، وأعطانا كيف الاستراتيجية العمل واستمراريته. يعني إذا حابين الأشخاص هيك المتحمسين زي إنهم بكرة يحضروا هذا اللقاء أو يسجلوا في هذا الحفل، كيف وين يروحوا وين يدخلوا على أي صفحة ويعني التفاصيل؟ التسجيل هو رح يكون عبر موقع، هو بسيط جدا رح أعطيكم إياه هلا، هو japublishers.com/FUL اللي هو Scaling Up Launch. أو بتقدروا طبعا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، في عليها كل المعلومات، إن كان صفحة جبل عمان ببلشرز، جبل عمان ناشرون،
او شركه بس البزنس، كل المعلومات موجوده على جميل. على جميل. يعني نتمنى لكم التوفيق، واكيد هاي دعوه لكل مستمعين على الطريق اللي حابين يعرفوا اكثر عن كتاب ارتقاء الاعمال، يدخلوا على صفحات جبل عمان ناشرون ليعرفوا وينضموا للحفل ويسجلوا حضورهم. اكيد شكرا فرح. شكرا لك. على الطريق مع معن وحنين على مزاج احلى اذاعه. على الطريق.